طبعا وعن الامل والتسامح والعيش بالسلام. اليوم نستقبل ويانا ضيف متخصص بالدعوه للتنوع وحوار الاديان، اعلامي ساهم في كثير من الورشات والندوات والمؤتمرات التي تهتم بنبذ خطاب الكراهيه في العراق وبلدان اخرى مثل لبنان والاردن وماليزيا. نعم جلزار، ضيفنا عمل في مؤسسات مرموقه مثل شبكه الجزيره الاعلاميه والاذاعه الالمانيه ومجموعه من القنوات العراقيه ووكالات الانباء، وهو المؤسس لفريق ميديا زوم للثقافه والاعلام في محافظه نينوى. نستقبل ويانا الاستاذ مثنى النهار للحديث اكثر عن نشاطه التوعوي المهم بنبذ الكراهيه والاختلاف. يسعد صباحك استاذ مثنى. صباح الخير استاذ، اهلا بك، نورتنا. صباح الخير عليكم وعلى كل المتابعين. اهلا بك. استاذ مثنى، بالبدايه حابين نبدي وياك عن الرسالة اللي توصلها، عن خلينا نقول التوعية الكراهية والخطاب اللي أنت تريد توصله، شنو هي بالضبط؟ طيب، يعني أولا كإنسان وثانيا كصحفي وكإعلامي يجب علي أنا كناقل للحقيقة وناقل للمعلومات يجب أن أنقلها لتكون فيها رسالة من السلام والاستقرار وتدعو للتعايش، لأنه السنوات الماضية كان هناك الإعلام بالعراق نتكلم وفي نينوى على وجه الخصوص لم يشهد تعزيز للسلم والاستقرار، بالعكس كان يأجج من التصعيد وأدى هذا التصعيد إلى التحيز، ومن ثم بعد التحيز أدى إلى العنف، وشهد العراق ما شهد بسبب أيضا هذا الموضوع اللي هو موضوع الإعلام. فلذلك احنا لجأنا إلى إعلام ينبذ الكراهية ويعزز من السلم المجتمعي. نعم طبعا استاذ مثنى، يعني العراق معروف بالطوائف الموجوده به وبتعدد الاديان والطوائف كلها، ويعني الحلو انه احنا كلنا متعايشين، ولكن يبقى يمكن اكو نسبه كلش قليله اللي هي خلينا نقول ممكن انه تتنمر، ممكن انه تنبس الشخص الاخر. اليوم احنا بالعراق يعني حتى مو بس العراقيين، يعني حتى يجونا من دول ثانيه يعني موجودين هنا ودا يشتغلون. بالنسبه ايش قد تشوف انه اكو تعايش من هذا الموضوع؟ لانه اليوم اكو البشره السمراء، اكو البشره البيضاء، اكو العيون الملونه، اكو الشعر الاحمر. ايش قد تشوف انه احنا يعني خلينا نقول ما انه نباوع على الشكل ونحكم على شخص؟ صح، احنا اليوم بالعراق عندنا تعدد بالاطياف، بالاديان، بالمذاهب، بالقوميات، بالعرقيات، بالافكار والمعتقدات. اصبح عندنا حتى التعدد بالمكان العيش، فهذا يعني يجب علينا انه نحترم هاي الاشياء، نحترم المقابلنا. كاعلاميين نصدر اشياء تعزز من هذا الشيء، يعني مثل شنو؟ احكي لنا شوي عن يعني الأشياء. اوكي، يعني اليوم مثلا بعض المسؤولين، يعني خطاب الكراهيه ما يقع عند الناس الجهلاء، يقوم به حتى بعض المسؤولين. صحيح. بعض الوزراء عندنا يعني عند احصائيات ورصد، مسؤولين وزراء محافظين تكلموا على عده خطاباتهم الى كراهيه، لكن احيانا يكون خطاب الكراهيه بقصد واحيانا يكون دون قصد. اللي يكون بقصد هذا مشكله يعني كبيره، وان لم يكن بقصد فالمشكله يعني اعظم. يعني خطاب الكراهيه احنا من ماكو فد معايير ثابته نمشي عليها، لا، كل حاله نعالجها بطريقه مختلفه عن الاخرى. يعني مثلا يكون هناك بيان لمسؤول ما، احنا لا مباشره انه ننشر هذا البيان، او من تصريح من شخص، او حتى احيانا ظاهره تكون ليس نصدرها بالتفسير الخاطئ. احنا عندنا مشكله بالصوره النمطيه بالمجتمعات، يعني انا مثلا ما اعرف صوره عن المجتمع الاخر، يعني الكثير مثلا بالافكار والمعتقدات انه يعتقد انه الاخرين هم كفار وخارج نهج اللي هو ينتهجه، وهي مشكله وطامه كبرى. انت عندك فكرك حر به، وانت لك الحريه بما تعتقد، لكن ألا تتجاوز على معتقدات وطقوس الاخرين. طيب استاذ مثنى، يمكن هذا الشيء انه احنا لازم نعلمه للاطفال قبل الكبار، لانه تعرف يعني الجيل هسه دا يطلع بالضبط. يعني لازم احنا نوعي بهذا الموضوع. شنو النشاطات اللي تصير يعني لهذول الاطفال؟ هل مثلا تروحون للمدارس، او اكو مثلا بالصيف مثلا تسوون نشاطات معينه، وشنو تكون هذه للاطفال؟ انا كان عندي ايضا مع دور الايتام. ليش دور الايتام؟ دور الايتام بها من جميع الاطياف، وخصوصا نينوى تعتبر عراق مصغر. صحيح. بها من كل القوميات والاديان والذهب، فلذلك كان عندي اعمال مسرحيه، وايضا اضافه الى ذلك
سكتشات ايضا عن التعايش، قدمنا ايضا مسرح الطفل ومسرح الشارع للاطفال. انا اشجع الاطفال يعني واليافعين والشباب، هذه الفئات مهمه جدا انه نهتم بها. ليش؟ لانه الكبار اما يكون موافق لخطاب الكراهيه او ضد خطاب الكراهيه، ما عنده وسطيه. صح. بينما الاطفال واليافعين والشباب هؤلاء يعتبرون بذره مهمه بالمجتمع، ممكن نغير تفكيرهم. ممكن. وانا ايضا كان عندي بعض الاعمال وبعض الدراسات وبعض الورش مع برلمانيين، حاولت انه تكون هناك تربيه اخلاقيه. التربيه الاخلاقيه اليوم تضم من جميع الاديان، تضم جميع القوميات والافكار والمعتقدات. نعم، لانه اليوم كل الاديان تدعو للمحبه والتسامح. طيب انا ما دام قلنا كل الاديان تدعو لذلك، ليش ما اجمعها كلها في تربيه واحده واسميها التربيه الاخلاقيه، واعطيها للمناهج الاطفال حتى يخلق عندي جيل واعي يؤمن بالتنوع ويحب التنوع وما ينبذ الاخرين. نعم. التنوع بكل صفات يعني اللي ذكرناها. نعم. لانه اليوم مشكلتنا في محافظه نينوى مثلا اكثر من 20 عام هي اصبحت في فجوه عن العالم وبعيد عن العالم. الاجيال الموجوده اليوم ما يعرفون كثير من الاطياف اللي كانت موجوده في نينوى، لان وعوا انه هذه الفئه قد غادرت المدينه قسرا. واللي خارج المدينه اللي تهجر من المدينه اليوم اصبح يعني هو تهجر وهو طفل، اليوم إن اصبح بالغ ما يعرف شنو اللي موجود بالمدينه. أكيد. فلذلك نخلق جو من التوازن من اجل. نعم. التعايش السلمي. نعم. بالمحافظه. طيب استاذ انت ذكرت نقاط كلش مهمه، احنا في فتره من الفترات من السنين السابقه ما كان عندنا هاي سالفه الكراهيه والطوائف وهذا فلان هذا، لا كنا كنا عايشين بسلام وامان ومحبه بدون اي تفرقه، لكن جت في فتره من الفترات صارت سالفه الطائف والكراهية، انت هيجي انت هيجي، روح احنا ما يعني عدنا وياكم هاي. بالضبط. اليوم شلون تشوف اقبال الناس على الورشات والندوات والخطاب ضد الكراهية اللي انتو دا تقيموها واللي انتو دا تسووها؟ يعني اقبال الناس على هيجي شيء من بعد الوعي اللي انت ذكرته، لازم يكون اكو اقبال حتى الجيل السابق مثل ما انت ذكرت حضرتك، لازم يوعون على شيء مختلف تماما اللي احنا تربينا عليه، انه ماكو سالفه الطائفيه، انه ماكو سالفه انه انت دينك فلاني اني ما علي بيك انت روح، لا يعني شلون تشوف اقبال الناس؟ الاقبال نوعا ما جيد مقارنه يعني بالسنوات الماضيه. نعم. لانه اليوم اصبحنا نصطحب من جميع القوميات والأديان والمذاهب، فنركز على يكون هناك تعايش ومعايشة يعني في الكنائس، في المساجد، في دور العبادة، في المناسبات الاجتماعية المختلفة. نعم. نحاول أنه نعزز هذا الشيء، هذا يعطينا فد قوة كبيرة للتلاحم اللي يصير بالمجتمع، راح يطلعون على تفاصيل كثيرة من خلال العيش المشترك. نقف في خلال بعض المؤتمرات وبعض الورش على نقاط مهمة جدا، كسر للصور النمطية المغلوطة عن المجتمع. أنت ليش ما تحب هذا المجتمع؟ مثلا يقول أنا أعتبر هذا المجتمع في النقطة كذا كذا كذا. نعم. أوكي، تحاور مع الشخص الآخر. ليش نلجأ للحوار؟ لأن لغة الحوار اللي موجودين بها جميع الأقطاب تدعو لهدف مشترك وليس المناظرة. المناظرة أنا أريد أتغلب على الخصم اللي معاي وعلى الجهة اللي موجودة معاي بالورشة أو المؤتمر، لكن لغة الحوار أنه اثنيناتنا هدفنا أنه نطلع بشيء إيجابي، يعني ليس التعالي أو انتقاصا من الآخرين. بالعكس. نعم. يكون هناك تنازل، تسامح، ممكن أنه أنا صورة تفاهمها غلط. وأكو مشكلة كبيرة يعني البعض يعني موجودة عند البعض، يعني المشكلة شنو؟ انه يحس انه هو يريد من يدخل باشتراك بموضوع انه ياخذ الاخرين او الى الدين اللي هو يعتنقه او للمذهب اللي هو يعتنقه او للقوميه اللي هو ينتمي لها. لكن انا ادعو انه كل شخص حر بما يعتقد وحر بما ينتمي، لكن يحترم الاخرين. انا ما اريدك انه انت تاتي للدين مالتي ولا للقوميه ولا للمذهب، اريد تبقى انت بدينك وأنا بديني، أحترم توجهاتك
واحترم طقوسك. نعم طبعاً أستاذ، همينة حابين شوية تتكلم لنا عن الصحافة، وهمينة أنت كإعلامي وكنت تشتغل بالقناة الجزيرة، إذا ممكن تحدثنا عن هذا. وسائل الإعلام الغربية أو حتى الإقليمية والدولية صراحة تخلق إنسان قبل أن تخلق الصحفي. يعني أنا أكثر من 10 سنوات أعمل في مؤسسات عراقية، مع جل احترامي وتقديري للمؤسسات العراقية، لكن ما حسيت بهذا الشيء أنه أنا صحافي إلا بعد ما عملت بهذه المؤسسات. هذه المؤسسات تخلق صحفي إنسان، يعني تحس بالمهمة اللي أنت تعمل بها، الجدية والرسمية بالعمل. إحنا العراقيين عندنا نوع من المجاملة كثير خصوصا بالعمل. وهاي الأمور هم لا، هناك إنه العمل رسمي، يعني وقت العمل عمل، وقت الجد جد، وقت الاستراحة استراحة. إحنا أحيانا بالعراق عندنا مجاملات كثيرة على حساب العمل، فلذلك نعم أكيد إحنا، فلذلك إحنا اليوم مشكلتنا بالعمل إنه نعتبره فد شيء تحصل حاصل، بينما هو شيء مقدس. عندك عمل، بالإضافة إلى ذلك عندك وقت راحتك وعندك أكيد وقت المتعة لك. يعني أكيد نعم أكيد. طبعا أستاذ مثنى شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، نورتنا. شكرا لكم، شكراً. أنا أشكركم جدا وأشكر دجلة أنه أتاحت لنا هذه الفرصة أنه نعزز خطاب السلام والتعايش عبر هذه النافذة. شكرا لك، نورتنا. شكرا لك.